في اي حاجه برضه. ما كانش كنا نعمل فاهم شايفين النار؟ لا هي واضحه النار. الارض لسه بتفرقع يعني بتطلع نار. ما كان برضه هنا في هدوم دينا بغير قبل ما ننام او الصبح نغير. بس يلا ولا الله عندك شيء بشيء ولا النار اكلت كل حاجه. لا كان هناك غير الثاني برضه في هدومنا وكده برضه كله غير ما راح كله راح ده. في فريزر برضه ناكل في العيش برضه ده اتحرق. تمام الله يسعدهم ربنا. زي ما احنا شايفين وزي ما احنا متابعين معاكم ده ميه طبعا علشان لسه عمليه الاطفاء مستمره. المساحه ال 500 متر اللي حضرتك قلت لي عليهم ده تقريبا متواجد فيهم ايه؟ ما قلت لك في مواشي بس صغير. مواشي بس صغيره وايه تاني؟ بس انا ما شفتش ايه اللي هي التاني اللي فيهم برضو. هنا بيت جنبينا في حياتهم وكده بس مع اخواتي وكده. في خسائر بشريه؟ لا ما فيش اي خسائر بشريه. ما فيش اي خسائر بشريه الحمد لله. الحمد لله. خسائر المواشي قد ايه كده تقريبا؟ والله انا ما رحتش ولا بصيت ولا سمعت عشان انا ما بقدرش. حد يقول لنا كده هنا معلش من الواقف. مش اي بهيمه طلعت من البيت. كله استاذ كله مفيش اي جيران. لا اكتر بيت اما اقول لك الضر هو ده. مفيش بهام عند جيران متاكل اكتر بيت ده لازم تساعدوه وبيا فرص صبر. والله بصي حالتهم على الله كده الناس. المشوار ده هو ده الضر. اه والله اكتر بيت هو ده. كملي جوه بقيت البيت برضك وانت هتشوفي شوفي الحاجه مش ينفع قاعد فيه دي اصلا. احنا عايزين برضو نتابع مع حضراتكم. دي طبعا مواشي هو بس الدنيا عتمه خلاص مش واضحه طبعا. لا انت بتاعتك عادي مع اللابلة هنا واضحه كده. نور دي مواشي. دي المواشي اللي هي طبعا تفحمت. هي كانت عشره دي. هي كانت طالعه والحديد وقعت عليها. الحديد اللي وقع عليها دي. كل حاجه نصيب. ده كانت عشره. كانت عشره على ست اشهر. ايوه. على اولادها. على اولادها. ما هو بص بطني. وانا الاوضه دي اللي بقول لك. مفيش ما بانش لغايه دلوقتي اي اسباب اي تفاصيل تاني. لا زي ما قلت لك الاوضه دي برضه من جمال البقره بنعطيهم فيها الدولاب والهدوم وفريزر والعيش ودقيق برضه كله اكلت النار. وفريزر برضه من جوه كل ده اكلته النار. كله ما اقول لك انا ما لحقناش غير اللي موظف الكلمه تجيب لنا عليها. خرجتوا بهدومكم وسالمين الحمد لله. حدش يا باشا ما فيش. ده فضل من ربنا برضه ان انتوا طلعتوا بالسلامه وبصحه وان شاء الله تعويض ربنا ان شاء الله وتعويض ان شاء الله قادر باذن الله. إن بعد العصر يسر. ده في حاجات كتير هنا محرم جوه ما صورت. احنا دخلنا دون. بس ساعتين بقى فروش. دي كل ده يا جماعه اثار وعلامات الحريق. والطوب ده كله برضو ضرب مع الحريق. بس مفلقها فلقت من الحريق بس سخون. مفيش حاجه سليمه. حتى المعدات المويه برضه كانت النار. ده كله راح يا بقى طبعا يعني. عوضهم على الله. ربنا يعوضهم ان شاء الله. يا رب الاهل راح. صور كلمه شنود. يعني انا برضو بحاول اظهر لحضراتكم مدى الدمار يعني ومدى تفحم الحاجات. دمار هنا يا جماعه. في نار زي ما انت شايفه برضه هنا تاني. فين؟ ما تفوش مريحه بقى. شايفين؟ العربيات فضيت. طيب. طب واحد يجيب جرجر ميه يا عمي. ها؟ التلفزيون اللي بنتكلم عليها. التلفزيون ده. Thank you.
خدت مشل في الغلب يا ما برضو خشب ايه يا ابني خلو خشب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. اهم شيء اهم حاجه المال يتعوض ان شاء الله زي ما حضرتك قلت المال يتعوض ان شاء الله ان شاء الله لكن البنات من دي ما تتعوضش ما تتعوضش الحمد لله الحمد لله.